كمل كمل طريقة كمل كمل خد راحتك خد راحتك حبيبي تسلم تسلم يا غالي الفريق متأسس من 2003 تبع متحف سعود طريجي، وهذا المتحف يحمل 1.5 مليون قطعة أثرية تاريخية تحكي عن تاريخ الكويت وماضي الكويت. احنا طلعنا منه الجزء اللي هو سيارات قديمة يتحكي عن عدة فئات اللي هو الكلاسيك، سبورت، دراج ريسنج، لو رايدر، بيك اب، ياباني، ألماني، أوروبي، كل الفئات قاعد نجمعها على أساس نوري الناس أو الجمهور اللي قاعد يجون تاريخ الكويت اللي كانوا يداول فيه أبانا وأجدادنا. فريق الكويتي سيارات قديمه دائما يشارك مشاركات خارجيه، يعني من فتره احنا شاركنا في معرض اوتوموتو على مستوى الشرق الاوسط، وشاركنا في طبعا اعياد وطنيه في دولتنا الثانيه البحرين، والحين الشباب مشاركين في كاستم شو قطر. طبعا هذا المعرض معرض سنوي، فياخذون يقيمون سيارات على حسب طبعا اذا كانت سيارات اصليه ولا سيارات معدله. توفقت في تجميع شيء يعني نادر يعتبر على المستوى، وشيء نظيف، والحمد لله يا ربي. هذا شيء يجمل لواجهة البلد الكويت الحبيبة، ونذكر الناس دائما ان هذه سيارات ابائنا واجدادنا. تعجبني السيارة اللي تكون محافظة على شكلها الأساسي من الوكالة، اللي تكون يعني نفس رقم الموتر أو رقم المحرك، يكون جلدها أصلي من الوكالة، يكون كل شيء فيها من الوكالة، عشان كذي راح تكون قيمتها أعلى. في اطفال يحبون السيايير هذه، كانوا شافوها يمكن ما شافوها بالطبيعه او شغله كذي، فيجرب انه يسوقها، يحب يركبها، وابوه يسولف له عنها، عن ذكرياته فيها، نسمع احنا لنا ذكريات فيها.